and wrong images? لجميع مناطق المملكة. أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء بمرتبة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ في تخصص الرياضيات، الإحصاء، الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ومدرسي لغة إنجليزية للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة بالجامعة. وسيبدأ التقديم على هذه الوظائف الأحد المقبل ولمدة أسبوعين. وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني. وأخيرا في هذا الموجز، تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران الأحد المقبل دورة تدريبية تستمر 3 أيام بعنوان تأهيل الطالب لأداء اختبار القدرات، وذلك في مقر الغرفة بنجران. انتهى الموجز. كان معكم عادل بن أحمد بارباع. إلى اللقاء. الخبر الأسرع على رأس الساعة من مركز أخبار. Yeah.
أرضى عنكم أرضى رأيكم بالموضوع. آخر إتصال يا عزوز. يلا نقول لك. أنا حب. والله صحيح. أنا إبراهيم. يا أبو يا يا مسكين ايش يقول الناس من